سبحت لله في العش الطيور ترسل الأنغام عطرا في الزهور سبحت لله في العش الطيور ترسل الألحان عطرا في الزهور تصنع العش وتسعى في البكور عيش في رزق من وهي أيضا صنع من. صباح الخير يا حلوين، صباح التفاؤل كده والنشاط والسعادة وكل حاجة حلوة على عيونكم. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عاملين إيه؟ وحشتوني جدا جدا. النهاردة هنبقى مع بعض كده في روتين سريع، روتين يوم إنجازات سريعة كده في البيت، وهنزل كمان أروح سوبر ماركت بيم، هننزل مع بعض ونشوف إيه المنتجات اللي موجودة هناك، وهنعمل غدا اللي هو دجاج تكة، وهنعمل كمان فطار بانكيك بالعسل. خليكم معايا بقى لآخر الفيديو ده، الفيديو ده أنا تعبت فيه جدا، فما تنسوش بقى تحطوا لايك وتعليقاتكم الحلوة. طبعا بقى انتوا لو متابعيني وعارفين أنا مش أول ما بقوم باكل على طول أو أفطر، لأ، الأول بشرب المية بتاعتي على الريق، وبعد كده بشرب حاجة دافية، وبعد كده بقى بعد ما اشوف انا هعمل ايه النهاردة واكتب في النوت بتاعتي ايه المهام اللي انا هقوم بيها النهاردة، ابدأ بقى ان انا اعمل فطار. النهاردة عملت لنفسي فطار مختلف شوية، قلت تغيير، عملت بانكيك. بالنسبة لفرد واحد استعملت نص كوباية من الدقيق، طبعا الكميات تضعفيها زي ما انت عايزة. انا عملت نص كوباية من الدقيق ومعلقة صغيرة من السكر، معلقة صغيرة من البيكنج باودر ومن الملح، وبعد كده خلطتهم كويس قوي، وضفت لهم ربع كوباية من الحليب ورشة كده من الفانيليا السائلة، بيبقى ريحتها جميلة جدا نفاذة. لو ما عندكيش يبقى فانيليا اللي هي بودر عادي جدا. حطيت معلقتين كده من الزيت النباتي في الطاسة، وهديت النار خالص، وحطيت زي ما شفتوا كده في الطاسة ثلاثة كده بان كيك على قدي، على قد النص كوباية، يعني طلع ثلاثة. ما تعملي كوباية هيطلع معاكي ستة بالحجم اللي انا عاملاه ده. سبته طبعا على نار هادية شوية لغاية القاع ما يحمر شوية، وقلت خلاص انا هعبي، كنت عايزة اشرب قهوة معاها، كان البرطمان بتاع القهوة خلص، فعبيت شوية كده من القهوة بتاعتي اللي محطوطة في الفريزر. انتوا عارفين لو متابعيني برضو ان انا بحط القهوة والنسكافيه في الفريزر. عبيت البرطمان كده بتاع القهوة، وعملت لنفسي فنجان قهوة كده اشربه بعد الاكل على طول، لاني بحب اشرب قهوة الصبح. كان هنا خلاص البانكيك استوى، كانت اول واحدة دي كان هي اللي استوت على طول من تحت، او القاع بتاعها بقى احمر كده او ذهبي مصفر. بدأت ان انا اقلبه على الناحية التانية، سبته برضو يعني هو 4 دقايق على الجنب ده واربع دقايق على الجنب ده، وخلاص كده يكون خلصان. سهل جدا جدا، مفيهوش اي حاجة، اهم حاجة ان هو مفيهوش بيض. يعني انت لو ما عندكيش بيض ممكن تعملي بانكيك عادي جدا بالمقادير اللي انا قلتلك عليها دي. لو حابه بقى تعملي معاه او تاكلي معاه نوتيلا، كلي معاه طبعا نوتيلا هتبقى حلوه قوي، بس انا فضلت يبقى عسل ابيض، بحبها بالعسل الابيض قوي عشان ما احطش كتير، افضل احط كده. لا انا حطيت يعني شويه كده في فنجان، خدت منهم خدت، ما خدتش خلاص يعني. الحمد لله فطرت كده فطار متين عشان ابقى صامده بقيه اليوم.
بعد كده بقى دخلت شوية على البيت، هوريكم شوية مقتطفات كده من وجودي في البيت قبل النزول. انا من عادتي دايما ان انا قبل ما انام بعمل لملمة سريعة كده للبيت قبل ما انام، يعني اساوي الكنب والركنة، اظبط اي حاجة، اروق، اخلص المواعين، يعني بحاول على قد ما اقدر كده. لكن مثلا الكنس مش هينفع، عشان مش هينفع اشغل المكنسة الكهرباء طبعا بالليل وعشان الصوت، فمش هينفع. فطبعا الصبح يبقى فيه الكنس ماشي. وعموما انا كده كده انا في الصيف عموما انا مش بخلي اي سجاد موجود في الارض خالص نهائي، يعني طول الصيف الارض دي كلها يعني مصيفة، ما بحطش اي سجاد الا على دخلة الشتاء بس. السجاد بيكون ملموم كده على شهر 5 ومغسول ولما كده على جنب، وبعد كده يعني افضل كده شايلاه لغاية دخلة الشتاء ان شاء الله على شهر 11 كده، ابدأ ان انا يعني افرش الارض. ده بيبقى اسهل لي واحسن لي، هيبقى طول الصيف يعني اكنس بالمكنسة الكهرباء، امسح الارض وخلاص، بتبقى سهلة يعني. عموما يعني انا مش بنام بالليل غير لما اكون ململمة اكتر حاجة. قلت خلاص الصبح بمسح التراب بقى اللي موجود على كل الترابيزات اللي مقابلاني وعلى المكتبة بتاعة التلفزيون واي حاجة مقابلاني، انا همسح التراب من عليها، وبعد كده ابقى امسح الارض على مهلي. دي بقى انا مسمياها البخاخة المنعشة. البخاخة المنعشة دي فيها ايه؟ فيها شوية مية، فيها معلقتين كده او 3 من الخل، فيها يعني معلقة صغيرة كده من اي نوع من انواع الزيوت اللي هي ليها طبعا ريحة، لافندر او ريحة فل او ريحة اي حاجة، كمان معلقة صغيرة من الصابون السائل بتاع المواعين، بحطهم على بعض كده وارجهم وبتبقى الريحة حلوة، وكمان معقم اللي هو الخل والصابون السائل برضو بينظف، وكل ده طبعا مخلوط بالمية، فبيبقى بصراحة حاجة منعشة جدا وريحة جميلة مع نظافة وتعقيم في نفس الوقت. فلو ما كنتيش بتعملي عندك البخاخة المنعشة دي يبقى فايتك كتير. عارفة بقى إحساس لما تصحي الصبح وتحسي إن البيت إلى حد ما منظم مش منهار كده على نفسه؟ فالموضوع الصبح ممكن ما ياخدش معاكي غير ساعة تلمي فيها البيت كده كله على بعضه. ولو عندك طبعا أطفال لازم الكنس ده كل يوم، ولو مرتين في اليوم، ساعات بيكون يعني مرتين وثلاثة في اليوم. ليه؟ لأن هم طبعا أما بياكلوا بيفتفتوا الأكل في الأرض، وعشان النمل وعشان الحر والحشرات وكده، فلازم تكنسي. كمان لما تعملي كده بالليل وتلمي البيت قبل النوم هتحسي انك مش هتاخدي وقت كبير ومجهود كبير منك في شغل البيت. هتعملي حاجات كتير زي ايه؟ هتحطي مثلا غسلة في الغسالة، هتنشري، هتلمي غسيل، فهفضل في البيت كده الف الف كده في البيت لفة، اخلص اللي ورايا كله والمه. فده طبعا هيبقى احسن لك كتير من انك تنامي والبيت يضرب يقلب كده على بعضه، وتصحي الصبح بقى شايلة هم البيت وشايلة هم الغدا والفطار واكل الولاد، واذا كان في نزول او بتشتغلي عايزة تنزلي تشتري حاجة، فطبعا كل ده طبعا بيفرق. فقسمي على نفسك الوقت هيكون احسن لك وافيد لك. واحلى حاجه بقى لما تمسكي اوضه اوضه، ولما تمسكي اوضه اوضه امسكيها من جوه لبره. يعني ايه؟ يعني الدواليب من جوه ترتبيها وتنظفيها، الادراج تطلعي الكراكيب اللي فيها والحاجه اللي مش عايزاها يبقى في ايدك كيس كده، الحاجه اللي مش عايزاها الورق اللي ملوش لازمه تقطعيه وترميه في الكيس اللي معاكي، توك قديمه، دبابيس، اقلام فاضيه. طبعا الادراج بيبقى مليانه بلاوي، تطلعي اللي فيها بقى وترميه وتفضي الادراج على قد ما تقدري، وتبقى مترتبه وعارفه بتعملي ايه. واحلى حاجه لما يبقى فيه منظمات، تحطي مثلا منظم فيه
الأقلام منظم فيه، التوك منظم فيه، الدبابيس زي ما انت عايزة، بحيث ان هو كله ما يتلخبطش على بعضه في الدرج، وترجعي تاني بعديها بفترة قليلة قوي انك ترتبي تاني وتمسحي. وبعدين الأوضة بقى من جوه تعملي طبعا الحيطان من التراب، وتمسحي اي تراب موجود على اي حاجة عندك في الأوضة. وبعد كده طبعا تكنسي الأرض، وبعد كده تمسحيها وتفرشيها بقى زي ما انت عايزة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أذل أو أذل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بصوا بقى دلوقتي، انتوا تنزلوا تروحوا اي مكان حتى لو في الشارع، هتلاقوا الشوارع كلها خلاص الدراسة بدأت، كل الشوارع، كل السوبر ماركت، حاجة المدرسة وشنط المدرسة وكشاكيل وكراسات وإقلام والمقالم وكل الحاجة بتاعة المدرسة دي، حتى في بيمي موجود هناك وبأسعار حلوة قوي. لو حابين تشتروا حاجة المدرسة برضو بصوا في بيم أول، وشوفوا إذا كانت حاجة هتعجبكم والأسعار هتعجبكم ولا لأ. هناك بيبقى فيه يعني أسعار مهاودة شوية. كمان بيم له فروع كتير، لو بين تعرفوا طبعا ادخلوا اعملوا سيرش في جوجل وهتعرفوا كل الفروع بتاعت بيم فين، له أماكن كتيرة جدا. طبعا ان شاء الله انا هعمل لكم فيديو قريب على خطة دخول المدرسة، بيبدأ طبعا من شهر 9 اللي احنا فيه ده، الحمد لله شهر 9 بدأ ولله الحمد. تصدقوا بقى ان شهر 9 بدأ، في شهر 8 كنت بحس ان شهر 8 ده 95 يوم. الحمد لله ربنا جعله شهر كله خير ونعمة علينا يا رب العالمين. انا صورت لكم مقتطفات كده من بيم، لان مش السوبر ماركت كله عرفت ان انا اصوره، لان برضو التصوير صعب هناك، بيبقى على طول يوم 2 ويوم الخميس اكتر الاحيان يعني بيبقى فيه عروض، فتابعوا العروض بتاعته على البيج بتاعته على الفيسبوك، بينزل العروض كلها. واكتر الايام دي بيبقى كمان في عروض للعرايس، في اجهزة كهربائية، وفي حاجات كمان منزلية، ادوات منزلية، وفي بطاطين، وفي بشاكير، وفي فوط، وفي حاجات كتير قوي اليومين دول بينزلها، مهتم قوي بالعرايس. فلو انتي برضو بتجهزي شوفي برضو بيم وتابعي وشوفي العروض بتاعته اللي بتنزل، بتبقى برضو الأسعار بتاعته مهاودة شوية، والحاجة بتاعته مش وحشة يعني، الأجهزة بتاعته بتبقى فيها ماركات كويسة حسب طبعا ما انت عايزة. عندهم بقى بكوات كتير جدا بقى من النسكافيه، كل أنواع النسكافيه عنده، الجولد وحاجات كتير بقى عنده، وعنده الألبان برضو متنوعة كتير جدا، والمربات والعسل والصوصات، وعلب التونة بأنواعها عنده، عنده حاجات كتير، وعنده كمان حلويات كتير، واللي هو الكورن فليكس أنواع برضو مختلفة، والعبوات بتاعة الصلصة برضو مختلفة ومتنوعة، وأحجام كتير جدا عنده، وعسل ومربى وحلاوة، يعني اللي ميعرفش بيمي يعني عنده الحاجات دي كلها، واللي عارف بيم بقى خلاص هو عارف. زي ما انتوا شايفين عنده بقى كل انواع الزيوت، الرخيص والغالي وكل حاجة زي ما انتوا شايفين. المهم كان يوم حر واخر فرهدة يعني، رجعت مفرهدة من الحر. انتوا بتحبوا الصيف ولا بتحبوا الشتاء؟ انا بتمنى يعني ابص الاقي الشوارع كلها زي ما هي مليانة دلوقتي، والسوبر ماركت والمحلات وكل حاجة زي ما هي مليانة، الحاجة بتاعة الدراسة تكون بتاعة الشتاء والملابس بتاعة الشتاء. يا سلام، دي بقى أسعد يوم في حياتي، بحب الشتاء جدا، كمان مولودة في الشتاء، أنا برج القوس. قولولي انتوا كمان، عرفوني على نفسكم، انتوا كمان برج ايه؟
ومن انهي بلد كمان بتشوفوني. لو كنتوا كمان اول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. ان شاء الله كل الفيديوهات اللي جاية هتعجبكم. مسحيق الغسيل عنده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده، ونعم الملابس. المهم اشتريت اللي اشتريته، واهم حاجة اشتريتها هو ده. مين بيحبه؟ التين الشوكي بحبه جدا جدا. خلاص البياع بيقولي ان هو خلاص بيودع وهيمشي، قلت اودعه قبل ما يمشي. قعدت بقى ارتحت شوية واكلت التين الشوكي الحبيب بتاعي ده، حطيته الاول في التلاجة شوية وبعد كده اكلته، بيبقى حلو قوي وساقع، كان لذيذ جدا جدا. يعني شوية دول انا عايزة اقدهم 3 4 مرات. اكلت وارتحت شوية وخدت شاور طبعا وغيرت هدومي وكل حاجة، وبعد كده رحت داخلة على المطبخ هعمل الغدا. غدا سهل وسريع جدا، هعمل الدجاج بتاع تكة بطريقة سهلة جدا جدا جدا، مفيهاش اي صعوبة ولا اي حاجة. حط طاسة على النار، حطيت الوك على النار وحطيت شوية كده من الزيت، هسيب الزيت يسخن شوية وهنزل عليهم بالفراخ المتقطعة. قطعيها بأي طريقة انت عايزاها، مكعبات بقى، شرايح، زي ما انت عايزة. هنزل عليهم بكوباية من الزبادي يكون مربوب الأول، تكوني رباه الأول بالمعلقة، ما تنزليهوش زي ما هو كده مكتل، لا انزلي كده على الفراخ بالزبادي وبعد كده هتقلبيهم مع بعض. أنا نزلت عليهم هنا بمعلقة صغيرة من الكاري، معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من البهارات، بس هي اتقصت مني. هقلبهم طبعا مع بعض كلهم علشان يختلطوا ببعض كل البهارات، واسيبهم على النار كده شوية. هنزل عليهم بشوية من الملح وشوية من الفلفل، طبعا الملح والفلفل حسب رغبتك انت، ما بتحبي ملح كتير او فلفل كتير. بعد كده هنزل عليهم ب3 فصوص من الثوم المفروم وعصير ليمونة كاملة، ليمونة تكون حلوة كده فيها مية. هنزل المية اللي فيها كلها، الليمون ده بقى بيدي يعني طعم مزازة كده ولاذع شوية بس رائع بصراحة، هيدي الفراخ طعم حلو قوي خطير، هيوديها في حتة تانية خالص. سبتها على النار تتسبك شوية. بصوا بقى الحركة دي، هجيب ربع كوباية من المية الدافية وانزل عليها بلون احمر اللي هو لون الطعام الصحي، بيبقى جل كده، احط كذا نقطة فوق المية وانزل عليهم على الفراخ بالمية الحمرة دي، وحسيبها بقى حوالي 15 دقيقة على نار هادية تتسبك مع بعضها والمية تتبخر الموجودة. عايزة صوص زيادة إيه، ما تخليهاش 15 دقيقة، خليها 10 دقايق بس. هنا انا خليتها 15 دقيقة، ما خليتهاش إيه الصوص اللي فيها ما يبقاش كتير قوي. هيتقدم بقى مع رز ابيض، رز بشعرية، يتقدم مع عيش، زي ما انت عايزة. الاكلة دي حلوة قوي بقى للاطفال اللي بيدوخوكي في الاكل، اما يبصوا يلاقوا الاكل باللون الاحمر ده هيتشجعوا ياكلوا من غير ما يغلبوكي، حاجة كده بتبقى جديدة عليهم، وهيبقى الطعم حلو قوي قوي، وكل مرة هيطلبوه منك. بجد كانت أكلة خطيرة وطعمها رائع، وهو تغيير شوية عن الأكل اللي هو بيبقى على طول الفراخ سواء صينية سواء مشوية سواء مسلوقة متحمرة، اهي دي بتبقى حاجة جديدة شوية كمان ليكي وللأطفال، هتعجبكو جدا جدا. كل مرة هتعملي كده الأكلة دي، بوعدك بكده. كانت أكلة خطيرة عجبتني قوي قوي، كان طعمها جميل. وده كان الغدا بتاعي النهاردة، اتغديت بقى
والحمد لله على كده. وده كان الروتين بتاع النهاردة، روتين كده سريع كله نشاط وكله حيوية. وريتكم ازاي البانكيك بيتعمل، وكمان الدجاج بتاع تكة ده حاجة جديدة برضو. يا رب تكونوا استفدتوا النهاردة بالفيديو ده. لو عجبكم الفيديو وحبيته اعملوا له لايك، ولو لسه ما اشتركتيش معايا اشتركي في القناة قبل ما تمشي. لغاية ما اقابلك الفيديو الجاي على خير، خلي بالك من نفسك. باي باي.